تشتهر مدينة بروغ بهندستها المعمارية التي تعود للعصور الوسطى، ويطلق عليها أيضاً اسم البندقية نظراً لكثرة الأنهار والقنوات فيها. يمكن التعرف على المدينة البلجيكية من خلال رحلة بالقارب. قائد القارب ميشيل دالا يعرف جميع قنوات المدينة التي تأسست في القرن التاسع الميلادي. السكان الأوائل لم يكونوا من المنطقة، ويتوقع أنهم كانوا سكندنافيين، وسمي مرسى القوارب هذا حسب لغتهم بريجيا، ومن هذا الاسم ينحدر اسم المدينة بروغا. كانت السفن تصل في العصور الوسطى حتى صالة المياه في السوق، ولكن الآن شيد ما يعرف باسم هيستوريوم، حيث يقدم عرض تفاعلي يأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن. في القرنين الثالث عشر والرابع عشر كانت المدينة في أفضل أحوالها. سبب كون مدينة بروغ غنية في العصور الوسطى يعود إلى أنها كانت مركز أوروبا الغربية، وكونها تقع بين شمال وجنوب أوروبا كانت تجتذب التجار من جميع أنحاء العالم، وكانت المدينة مهمة لاستيراد وتصدير البضائع، وكانت بمثابة مركز أوروبا التجاري. وفي عام 2000 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة على قائمة التراث الإنساني. يعد مبنى بلفريد في السوق الذي يبلغ طوله 83 متراً شعار المدينة، وعلى مقربة منه يقع متحف غرونينغ الذي يجلب الكثير من السياح، ويضم لوحات لمشاهير الفنانين. تشتهر بروغ بأعمال التطريز التي كانت رائجة بشكل كبير في المدينة، كما كانت تعد في القرن السادس عشر رمزاً للمدينة، ويمكن للمهتمين في هذه الأيام تعلم تقنية الحياكة في دورات، كما هي الحال في متحف المدينة للتطريز. من كان يملك المال في السابق كان يشتري المطرزات من أجل التباهي بغناه، كما هي الحال باقتناء الذهب والحجارة الكريمة، وقد تعود المطرزات لتكون جزءاً من الحداثة. أما عشاق الشوكولاتة فيجدون ضالتهم في متجر دومينيك بيرسون، فقد طور صانع الشوكولاتة منتجاته من خلال صناعة شوكولاتة لنزلات البرد أو شوكولاتة بالبصل المحمر، وحصل على نجمة ميشلان بسبب وصفاته الفريدة. اسمي المستعار هو شوكلاتيه، لأن البعض يعتقد أنني أريد صدم الناس من خلال إبداعاتي، لكنني لا أقصد ذلك. فعندما قدمت شوكولاتة بنكهات غريبة اعتقد الناس أنني جننت، لكن وبعد تجربها لأكثر من مرة بدأت إبداعاتي تحظى بتقدير الناس. بروغ مدينة صغيرة يقطنها حوالي 120 ألف شخص، ويزورها سنوياً حوالي 30 ضعف عدد سكانها. بروغ مدينة رائعة، وهندسة العمارة فيها جميلة، كما يوجد فيها أنواع كثيرة من الشوكولاتة ومحلات التطريز ونساء جميلات. كل شيء هنا قديم وتاريخي، وهذا ما أفتقده في الولايات المتحدة، ورغم ذلك هناك الكثير من المحال الحادثة في وسط المدينة، وهذا شيء رائع. نحن نحب بروغ كثيرا ونحب العيش فيها، لأنها مدينة جميلة وتاريخية وكل شيء قريب، ويوجد في وسطها حديقة جميلة. من خلال المباني الأثرية وأماكنها السياحية تجمع المدينة بين الحداثة والتاريخ، وسواء فوق الماء أو على اليابسة بروغ تطل دوماً بوجهها الجميل.